اسمي ريم خير احمد محمود الخوي، سني 12 سنه، انا في اولى اعدادي. بحب اعلم اولاد الجيران عشان المدرسه تقفل. النهارده ماده انجليزي، هناخد كلمات وهنسمعها الحصه الجايه. كورونا قفلت المدارس وخلت الاولاد ما يروحوش المدرسه، فانا حبيت انزل الاولاد واعلمهم في الشارع واعلمهم مره واثنين وثلاثه. فكرت في الموضوع ازاي، هما كانوا بيلعبوا في الشارع، بعدين اول ما المدرسة اتقفلت اول ما الكورونا جت، بعدين قلت بدل ما يلعبوا في الشارع ادرس لهم، بدات اعلمهم في كراسة. بعدين عم واحد اسمه يا عم السيد جاب لي سبورة وطباشير وبدات اعلمهم عليها كل يوم، بقى جاب لي كتب وبدات بقى اعلمهم كل يوم. وفي شركة دعمتني جابت لي سبورة بقلم وبدات بقى اعلمهم كل يوم، ومن الظهر للعصر انا بصحى من الصبح بصلي، بعدين بروح ازعق عليهم اقول لهم تعالوا يلا عشان ناخد، اقعدهم وبعدين افضل بقى ابدا اشرح لهم عربي وحساب ودين وانجليزي. انا المدارس لما اتقفلت من اول كورونا ما بدات، هي كانت بتعلمنا بدل المدارس ساعه ما اتقفلت عشان ما ننساش الحكايه. وانا بحب مصر علشان بفهم منها العربي والحساب والانجليزي.